مدام لبنى الجريبي مرحبا بيك، شحوالك؟ ها كيفاه؟ ريحة خايبة هكا صفا. لبنى الجريبي مرحبا بيك، حبيت نسلك سؤال محرج، هل تؤثر السياسة على أنوثة المرأة؟ مقصدي نغير سخون اليوم، نغير سخون اليوم، إن شاء الله المرأة ما كلتهاش الشمس. لاباس؟ لا شوية شوية شمس والله، وسختو ما عادش بكري. سمح لي. وهذاك عيبي. عندنا دستور داخلي لهنا، ترميش العينين لا. والحديث مع السائق إجباري. اثنين اللغة الخشبية لا. ثلاثة كان وقف لي بوليس تقول له أنت شوف أنا شوفير بتاعك. لا كيكا ما نحبوش. لا. أمان. عدد تقول. دستور هذاك الدستور بتاع الأغاني. لا. حبيت نسألك، قلت لك فما شكون يقول الذوق نتاع الدستور كسكسي بالفريز والكريم شانتيي، معناها ثاني ثلاث لايام من جيرة الكسكسي والفريز كريم شانتيي اللي هو المنظومة نتاع حقوق الإنسان الكونية مع المحافظة على الدشنية الخصوصية الثقافية التونسية وكل حكايات هذه. كيفاش تفسر لنا؟ هي من جد اللي جوست حبيت اي احنا برشا عبيد يكتبوا في الدستور. انت نائب رئيس التوطئه ولا؟ اي انا نائب رئيس لجنه التوطئه، هذا هو بالضبط. واحنا العبيد اللي معناها لا مش انا مش وحدي مش وحدي، احنا 22 نائب في اللجنه، وكل نائب عنده التوجه نتاعو وعنده نمط المجتمعي نتاعو وعنده شنو تصوره وعنده شهواته وعنده شنو، وكل نائب عنده، والاغلبيه نتاعهم ماجوريتي يعني توجه خلينا نقولوا مرجعيه اسلاميه. هذا هو يعني اليوم الرهان كبير من هالموزايك اللي عندنا في اللجان، اللي اغلبيه يعني محبه جدا واغلبيه مرجعيه اسلاميه، انه يكون دستور معتدل متوازن ينخرط في الكونيه حقوق الانسان. وهذه الصراعات سي فغي كيف تقراها يعني تقرا من بين الاسطر ما اونتخ لي ليني نقراوها الحكايه هذيا. فما شكون يقول هذا دستور متناقض مش متوازن، معناها فما الكونيه حقوق الانسان تهز الجيره وثوره الاسلام تهز جيره اخرى، اسكو يمشوا مع بعضهم؟ بالعكس، هذا هو التوازن يا اخي. احنا مجله الاحوال الشخصيه منين وهي استلهمت من حاجتين، من الفكر المستنير معنى الإصلاحي والقيم الإنسانية ومن ثوابت الإسلام. احنا المخزون الإصلاحي متاعنا متاع تونس منين جاي؟ الجيني اللي معناها من في عهد بورقيبة وطاهر حداد وغيره، منين جاي؟ من التوازن هذا زوز، يعني احنا عندنا هوية وعندنا ثوابت وعندنا انفتاح على العالم على الكون على القيم الإنسانية. هذا التوازن مش خايب معناتها في وقته، في دستور 59 في وقته بالوضعية اللي وقته بالطبع كان يعني ارتقى بالوضعية ونعرف وضعية المرأة وغيره، ولكن اليوم يقارنوا فيه دستورنا دستور الجمهورية الثانية بدستور 59 ما عنده حتى علاقة. يعني دستور هذا جديد فيه يعني ما ثماش مقارنة، دستور 59 لا حقوق لا حريات ولا مرأة ولا طفل، يعني دستور 59 كان الحكومات والرؤساء اللي قاموا بها هما كانوا ربما معناها خليه وارساه، وخاصة بورقيبة اللي ارسى حقوق المرأة واللي ارسى في المنظومة بتاعه معناها في كيفاش يحكم، ولكن في مش في الدستور هذا شيء كان مثبت، واليوم احنا نحبوا نثبتوا المكاسب هذه والمضامين هذه في الدستور. صعيب وصراعات كبيره لانه النواب والكتل اللي موجوده كما قلت لك كتل يعني عندهم مرجعيات اخرى اسلاميه. صراع نشوفوا هذاك علاش اللي كيف يرى المسوده الثالثه يقول يعني يتسمى قدمنا بالكدا، مازال الخدمه متواصله ومازلنا يلزمنا نواصلوا الصراع هذا. واحنا توانسه والمواطن التونسي اليوم قاعد رقيب، هو
في المسودات الكل، وهذا حاجة حقيقة اللي نفتخروا بها، هي اللي كيفاش خدمنا، اللي معناها الشفافية، كيفاش تشريك المواطن في يعني صيغة الدستور، هذه حاجة اللي نفتخروا بها. مازال مش كيما طموحاتنا، وراه هو الوفاق دائما فيه تنازل من طرفين. المهم المهم شنو؟ فما خطوط حمراء لازمهم يكونوا موجودين. اللي هما المدنية اللي هما المدنية، واللي هما الحقوق الإنسان الكونية، اللي هما توجه تونس المعتدل، هذاك هو اللي يلزم مضمون، واللي هو مهما كان اللي باش يطلع في الحكومة جديدة هو يكون ما يكونش الدستور يفتح له الأبواب باش يستبد لا بالدين ولا بحتى اسم آخر. هذا هو اللي نحبوا نوصلوا له، وأحنا في الطريق لهذا. واللي نسمعوا فيه راهو في الراديو، والصورة الكحلة القاتمة والديكتاتورية دينية وغيره من الدستور، معناها هدية مغالطة مبالغ فيها، تحب تقول مبالغ فيها. كيف مبالغ فيها ياسر؟ تو مدام لبنى فما مواطنة تحب تحكي معك، كي كل مواطن حب يحكي مع النائب عن الشعب ولا حاتم تكسيست تشرفوا اللبنى الجريبي نايمة تشرفوا عسلامة والأخت سعيدة سعيدة مريح تشرفوا هاو قدامك نايب عن الشعب كان عندك ما تقول لها هي فرصة سعيدة لي أنا عليها التقيت بيك أنا يعجبني التكاتل برشا وانا اتخذت ديجا مصطفى بن جعفر ويعجبني برشا معناها كإنسان نحسه إنسان معناها يعرف شنيا يعمل حبيت بركة حاجة بركة نحب نسأل معناها سؤال أما السؤال كما نقولوا لوم بمحبة معناها حبيت نعرف علاش فوتيت في بلاصة والإنسان معناها غايب معناها علاش 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 الغش معناها علاش صارت يعني تصويت في غياب نواب آخرين باش نجم نسمي العديد من النواب اللي تصويت يعني باخ كيما تقول باخ بروكوراسيون ولا قال ولا حاجة واللي ما تحدثش عليها حد كيف لبنى جريبي قامت وهذا راهو مانيش نبر أنا بالعكس أنا على غرار العبيد الكل وما دوم ما خرجت وسائل الإعلام وقلت راهي غلطة معناها امشي البوصلة للموقع الويب تلقاهم الكل هذا راه مش تبرير قلت لك انا الوحيده اللي خرجت وقلت وطلبت السماح وبالعكس بالعكس راهو السياسي يكبر كيف يستعرف بالغلطه نتاعو ويقول هذايا صحيح وغلط ومش واعطيني سياسي اليوم حد خرج للتوانسه وقال غلط وفي هذايا القضيه ونطلب السماح شكون قليل ومش ما نقولوش ما فماش سعيدة أنا يعطيك الصحة بارك الله فيك ميرسي إن شاء الله معشة طيبة وفرحت برشا كي زدت تعرفت عليك أكثر وصافي بليزير بارك الله فيك عايشك سعيدة ميرسي عايشك سعيدة عايشك سعيدة كي تعرفت عليها برشا ياسر تحكونا ما كنتش نتصور ما نعرفهاش هي معناها ما حكيتش معاها بجملة بها ما ياسر تحفوها اش قالت فيها المواطنة؟ تظهر معناها صادقة تظهر شكرتكم خاطر؟ لا ينجم واحد يشكر بصدق وتم اللي يشكر وكيف كيف حتى النقد والنقد كيف كيف ثم اللي ينقد بصدق وثم اللي ينقد يعني ليه وهذا حوايج تحسهم يعني مش ما ثماش مقاييس علميه. انت زاد النايبه والعضوة في لجنه الماليه والتخطيط انا مقرره لجنه المال ماليه والتخطيط كما سي الحبيب خضر في الدستور حاجة هكا ما عجبتكش المقارنة ذولي واضح
شو معناها لجنة التخطيط والمالية والتنفسرين؟ المالية خدمتها هي دراسة الميزانية، هي دراسة المعاهدات الدولية، يعني كيف تونس باش تاخذ مثلا قرض من أي بلاد، احنا اللجنة نتاعنا تدرس القروض هذه وتشوف مدى شنو جدواها ناجعة ولا لا. باش القرض هذا الأخراني نتاع صندوق النقد الدولي درستوها؟ لا. علاش؟ لا مازال. هي شنو هي العملية؟ العملية أنه الحكومة تنظر في القروض وتتفاوض مع الدول الأخرى، شنو مع 5 سنين نرجعوا 20 سنة أو مؤسسات بالطبع، تتفاوض بعد المفاوضات هذية ثم أن كونترا يصير. الكونترا هذية بعد ما يقع معناها يتفاهموا الطرفين يجيوا ما يبدأ فعلي كان ما يصادق عليه مجلس الوطني التأسيسي أو البرلمان القادم. وشكون يدرسوا؟ اللجنة المالية يدرسوا من الجهة الفنية، يعطي بعد الجلسة العامة يقول لهم شوف هذا القرض رد بالك، راهو عندنا توصيات 1 2 3 توصيات فيه مشكلة، القرض هذية لأنه مثلا ما فيش تشغيلية للتوانسة. اللجنة المالية هذية عندها مهمة التخطيط والتنمية، التنمية الجهوية. احكينا عن التنمية شوية. التنمية نلوجوا على التنمية، نمشيو للمعشر ونبوها هذي ولا فين التنمية؟ التنمية التنمية مشيت بالجد. التنمية احنا كلجنة راهو مش عنا صلاحية تنفيذية، مش احنا اللي نحقوا التنمية، احنا نراقبوا عمل الحكومة في التنمية. يعني كيف جات الميزانية القادمة اللي قبلنا وقيناهم ما فماش والا تنمية، مشاريع التنمية مش قاعدة تقدم، من قبل ما نشوفوا النتيجة قلنا للحكومة راهو مش ممكن نواصلوا بالمشاكل هذي. علاش 40% من المشاريع نفذت في التنمية؟ علاش؟ في بعض الجهات نفذت ولا بدا تنفيذ؟ لا معناها تنفيذ 40% التو دافونسمون. علاش؟ قريت اليوم الصباح في الجريده قال لك فما 143 مشروع بدا على 800 من 2011 لتو. فما شنو المشاكل؟ وشنو المشاكل؟ المشاكل احنا قلناهم من قبل في اللجنه، انه اولا نخدموا نحبوا نسرعوا في نسق التنميه، واحنا نخدموا بمشاريع وبالقوانين نتاع النظام السابق اللي فيها يعني قوانين اليوم حاجتنا بحاجة القوانين ثورية كما قانون الصفقات العمومية، لأن قانون الصفقات العمومية هذا يلزمك دي بروسيسوس تخي لون. شبان ما زدتوش عليهم مثلا كنواب انتوما في الحكاية؟ نزلنا احنا شوف اللجنة المالية والتخطيط والتنمية كانت تنجم تقوم، وان شاء الله احنا توا البرلمان القادم تقوم بدور رقابي اكبر من هكا. احنا اليوم الوقت مداهمنا لان مسؤوليتنا في المجلس قبل كل شيء هي الدستور، واحنا منشغلين وكلنا عندنا مسؤوليات، ان نائبه رئيس في لجنه تاسيسيه، كلنا عندنا في لجان تاسيسيه. فاللجنه هذيا اللي عندها دور كبير نورمالمون تراقب نورمالمون كل فرنك يمشي في الميزانية الدولة نعرفوه وين مشى، في أنا مشروع القرض اللي مشى هذاك المشروع اتعمل ولا لا، وشنية الجهة واستنفعت به ولا لا، والمواطنين استنفعوا به. يعني ثم اليوم ثم بلدان ثم معناه تتبع المشاريع وتتبع الميزانية بصفة دقيقة. عنده مواطن آخر في الشمس ضربته قلت له راسه. تاكسيست لبنى الشريفي نايبر في المجلس التاسيسي، الاسم ايمن المرنيكي. ايمن المرنيكي معرفه طيبه اخويا، عايش صح عليك، مرحبا بك. سؤال اللي انا خاطر كل حزب نسمع ما عنده برشا برامج، دونك من البرامج اللي موجوده في الاحزاب الكل ماذا بينا نشوفوا حتى برموج صغير هكايه ينجم يفرهد البلاد، برامج هكايه برموج فهمت، دونك باش ينجم يفرهد البلاد هذه والشعب ونحس وكل شيء فهمت. شنو برنامجنا احنا كتكتل؟ احنا حزب اجتماعي ديمقراطي. شنو معناها اجتماعي؟ معناها انه هي ثورة جات قائمة علاش؟ الفقر، تهميش، تشغيل جهات مهمشة وغيره، هذا الكل نسمعوا فيه. شنو فعليا وعمليا في كيفاه؟ احنا مثلا في الميزانية اللي تعديت نعطيك حاجة عملية، احنا
دافعنا انه مثلا السميق اليوم ترفيعه بنسبه، لانه اليوم الاجر الادنى ما عادش خالد مثلا ما وافقتش الجلسه العامه، ولكن اليوم في الحكومه الوزاره الماليه وكل شيء ما تروح على الحكايه هذيا، لانه هذه رؤيانا. خويا عايش في ان شاء الله في كورس القادمه ان شاء الله يا رب. كي نمشي لارينا بالك شنو طلعك معي ان شاء الله. مرحبا بك، عايشك تك صح. تحس الصدق في كلامها وتحس اللي تحب تصلح حاجه. اش قال لك ربنا في المواطن الشاب؟ والله هو شاب وحكيم. يعني عادة الشباب يبداو هكا ثوريين، لا ثوريين ونون كونفونسيونيل، يعني مش شاب وحكيم ورزين والكلام اللي يقول فيه نتاع فات الكلمة. توا لبنى فما شكون عنده ما يقول لك؟ مرأة سياسية من العيار الثقيل اسمها نادية شعبي. كتلة ديمقراطية. ملا. المسار. المسار. حاتم تاكسيست. عسلامة. نادية شعبان. جرفو. لبنى جريبي. نايبة في المجلس التأسيسي. زميلة ليك. زميلتي. فوالا مرحبا. مرحبا. تفضل مدام نادية، كان عندك ما تحكي مع مدام لبنى جريبي. تعبنا من الحديث وهما ما يسمعوش ياسر فترايك، خاصة حسب التكلف نحملوه مسؤولية كبيرة في اللي صاير في البلاد اليوم. كنا عندنا شوية آمال كونوا قراب شوية لينا في طرحهم وفي نمط المجتمع اللي ندافعوا عليه وغيرها، لكن اليوم لقينا نفسنا هزينا لبحر نجلوه. حوت عندهم؟ إي، أما ما يعرفوش يعوموا ياسر. أبو؟ والله يظهر لي ما خذوش برشا دروس في العوامة على الجيل القادم. كيفاش ترى؟ فما شكون يسوق اليوم؟ مش هما يسوقوا انتوكا. هي نادية شعبان من الكتلة الديمقراطية. هكا ولا؟ هذاك في بالي. عندنا ممثلين في الكتلة الديمقراطية في اللجان معانا تأسيسية، ويظهر لي بالنسبة للنمط المجتمعي احنا في بالنسبة للدستور التكتل هو اللي يدافع على مدنية الدولة، مش ممثلين نتاعكم. ممثلين نتاعكم كانوا يشوفوا انه مدنية مضمونة في الدستور. والله ولا فائدة. اسمعني اسمعني، انا ما تحاسبنيش على كتلة، حاسبني على نادية شعبان وحزب المسار. عدنتي حاسبني على نادية شعبان وحزب المسار. ايوه. يظهر لي نحن حتى بالنسبة للمواقف اللي خرجت من كتلة كجماعة، انا كحزب مسار وكنادية شعبان مازالي ما عنديش اشكال اليوم بالنسبه لطرحي للدستور، وما عنديش حتى ضبابيه في مواقفي لاشياء من عاديه. من الناس اللي في ترايك انا نحملك في مسؤوليه كتله. انا جبت لك على الوضع في تونس اليوم. كونيه حقوق الانسان، احنا كيف طرحنا كونيه حقوق الانسان ممثلين الكتله الديمقراطيه بيساندوليش في كونيه حقوق الانسان. يا مدام انا نحكي لك على وضع البلاد، انا جبت لك على وضعيه البلاد. انا انت حكيت على النمط المجتمعي، انا جاوبتك خاطر النمط المجتمعي اليوم هو اللي باش يبني النمط المجتمعي القادم. اما نحكي لك الوضع الراهن اليوم، اللي التوانسة مرعوبين وعنف تخلى البلاد واغتيال وتهديدات واشياء من نوع هذايا عايشين ومش نستناو فيه باش نأملوا له ولا نستناو فيه. هذايا من الاشياء اللي قاعدين اليوم اي مواطن من غير ما ينظر لبعيد ومن غير ما يفهم برشا سياسه قاعد اليوم سي سكيل سوبي او كوتيديان، معناتها يوميا هذا كيفاش يمارس. يدخل باش يقضي يرقى الدنيا لهبة، ويخرج يرقى هاو عنف ودعات جايه مش عارف من هالمشايخ النيلسات انا نسميهم هذوما، قاعدين يبثوا في الجهل وفي العرف وغيرها، وما سمعتش صوتكم من الحد. انا نحكي لك على الشيء الفرق بيناتكم، احنا ما نقفوش في تنديد وفي البيانات. احنا فرق شدي الحكم غزمة اي جستمون. احنا فرق منكم الفرق ما بيناتنا اللي احنا نخدموا من اجل تغيير الاوضاع. الفرق شنو الموقف اللي خديتوه اليوم انه في العنف اللي يمارس؟ بالطبع شفت. اسمعني نكمل الجمله ومن بعد انت كمل لنا سمعتك واحنا كمل. احنا في طرحنا للحكومه الثانيه كيف شدينا صحيح لتحييد وزارات السياده، علاش؟
هو من تشخيص للواقع. كيف شفنا الامن كما تحكي انت وثم معناها سياسات قاعده تصير لحد معين، يعني طرحنا انه تحييد يلزم وزير داخليه مستقل ومحايد ما ينتمي لحتى حزب، وزير عدل ما ينتمي لحتى حزب. احنا يعني نحينا طرف كبير هام من السلطه الى حركه النهضه ونتحملوا مسؤوليتنا في هذا، وهذاك كانت عندنا فيها مسؤوليه كبرى. المعارضه قبل ما يكون هو مطلب معارضه مش بناء، هو المعارضه ما دخلتش الحكومه باش تفرض هي رايها على كل الشارع فرض. احنا اليوم الشارع فرض ومره عظمى الاغتيال اليوم اغتيال فرض مش هو الاغتيال، ولكن احنا كيف كنا هذا الطرف وانا نقول اليوم اغتيال شكري هو اللي فرض بعض مواقف وغزمة. اليوم الصورة القاتمة والسوداء اللي قاعدين نعطيو فيها ونروجوا فيها حول الدستور ليه أولا ترجع عليكم انتوما، لأنهم كلنا مسؤولين بالمضمون الدستور فهمتني، وهذايا اون بليس مغالطه للتوانسه، لانه هل الصوره القاتمه السوداء مش صحيحه، انه في ثغرات وثم ونرجع ونقول مش ثغرات نعم بطر عمار 404 خدم بالكدا الحقوق والحريات اشتر الباب وقع مسينه لا مش اللي اشتر الباب، وبالعكس اليوم في الحوار الوطني ما طرح يعني حاجه ايجابيه برشا. انا نحب نكونوا يعني موضوعيين من المجلس التاسيسي اذا كان عندنا حوار وطني مش يحل المشاكل الدستور. شوف الاليات الكلهم باهيين لتحسين خلينا في اللجان وقع تصويت في اللجان راه اليوم بالطبع وقع اغلبيه وخذت اصوات بالتصويت ومن بعد الغاو الاغلبيه في هيئه الصياغه الغات الاغلبيه ما خذتش معي الاعتبار. التنسيق عطيناها احنا في نظامنا الداخلي انها تغير مضامين، انها تغير لكن متناقضه فيها مشاكل اما مش الاشياء تبينها. هذا قلت لك مش غير قانوني، هذا خيارات سياسيه اللي كان من الاجدر انها الجلسه العامه. واليوم انا اقول لك انه حوار وطني، انه ضغط سياسي، خلينا نكونوا بنائين، المهم نقدموا، المهم نحسنوا، المهم نعطيوا امل للتوانسه ان نبنيوا في صوره. علاش حتى حد انا حبيت ناديه شعبان وحبيت حد يحكي على فصل الشباب، يحكي على المركزيه، يحكي على المعوقين اللي اليوم يعني ثم اليوم فصول رائعه جدا. انه المدنيه الدوله مدنيه الدوله ما زالت غير مهدده في الفصل 136. انا نشوف انه ونقعد نستغرب مره اخرى الكتل نفس الكتل تلقى هو يمشيش معك مدنيه الدوله. احنا كنا في صراع وزدنا الفصل الثاني تاسيس ثوابت الاسلام كوني انا كمواطن كمواطن بسيط نسوق في التاكسي. هاو فما جماعه من عندكم يقولوا اللي الدستور من عندكم معناها من ترويكا نحكي مش يقول الدستور هذايا ينجم ياسس الاستبداد الديني، دوله استبداديه دينيه. فما عباد من عندكم معناها ما نعرفش بالضبط منين من ترويكا معناها بالله ما عادش شكون هم السيد هذا؟ ترويكا مع دستور لا لا سامحني راهو احنا نائبه عن ال معليش لا ترويكا في دستور ولا بالعكس احنا النمط المجتمعي اللي ندافعوا عليه يعني مخالف تماما النمط المجتمعي نتاع النهضه. خلينا نكونوا واضحين، وحتى المؤتمر اللي اليوم الممثلين اللي يحكيوا على الدستور الايراني سامحني في اللجنه التاسيسيه اللي احنا فيها كيف دافعنا على الكونيه حقوق الانسان، كيف دافعنا على المدنيه الدوله، كيف دافعنا على المساواه بين المراه والرجل وعلى غيره، ما لقيناش مسانده من العديد الاطراف اللي اليوم قاعدين يتزايدوا في وسائل الاعلام. ولكن كيما مثلا حزب المسار ما عاونكمش في الحكايه. حزب المسار احنا معاهم في نفس التوجه وبالعكس معناها قاعدين نتعاونوا وتعاوننا خير معناها فينا بالطبع بيان سور تتاركوا هذا. بارك الله فيك بارك الله فيك مدام عايشك بسلامة. فتال يا نادية شعبان لكو فتال شي كيف فما اشياء لا كل ما يهم شان الحكومه كي نلقاو فصلنا معارضه وترويكا الكونفيغوراسيون تبدا نفسها. باغ كونتخ في الدستور سي بلو كومبليكي كسا. في الدستور علي نتلقاو في برشا مواقف احنا والتكتل اقرب من الاحزاب اخرى مثلا. نعم احكي لي من شخورك في مدام نادية شعبان اللي قالته مع مدام نادية شعبان. احنا شوف عندنا نفس القيم وندافع على نفس القيم.
ولكن ما عندناش نفس الطريقة. ما عندناش نفس المنهجية، ما عندناش نفس الخطاب. ايوه ما عندكمش نفس اللوك، ما عندكمش لا يعني من هذه الاختلاف نتاعنا، يعني ندافعوا نفس الشيء. يعني انا وناديه كنا في حكايه قضيه التناصف وحقوق المراه، يعني كنا ننسقوا مع بعضنا، ولكن ما معناش نفس طريقه العمل، ما عادش الخطاب، احنا اقل يمكن ربما تشنج اكثر، on essaie d'être plus constructif اكثر في الحوار، في نبني وباش نلقاو نتائج عمليه. كل يعني طرف عنده طريقه العمل نتاعو. لبنان لو في حكايه التنميه، انتوما في لجنه التنميه تقولوا اللي معطلكم هو القوانين والاداره، وكي نزلوا الحكومه يقولوا الاتحاد والمعارضه هم اللي عطلوا في التنميه، شكون تصدقوا؟ وثم خطاب سياسي وثم خطاب فني تقني. الخطاب الفني التقني، احنا لجنة المالية تحاول تكون تبعد على الخطابات السياسية، احنا لجنة مالية في التنمية تقنية وفنية. لجنة مالية هذه تنظر تشوف بالمجد هو ثم تعطيل من اضرابات وغيره وغيره، ولكن اللي شفناهم من العوائق الهامة اللي بالنسبة للتنمية هو تم القوانين اللي هما ما واكبوش. احنا حبينا نكثفوا في التنمية في الجهات اللي ما كانتش مستانسة بالميزانيات هذه الكبيرة اللي في الجهات، كيفاش كثفنا من الميزانية وكبرناها ولكن ما عطيناش الجهات هذه الآليات باش تستوعبها باش تصرفها. شنو الآليات؟ القانون، الهيكل الاداريه اللي هي باش معناها تشرف على المشاريع هذه، على تنفيذ هذه المشاريع. يعني ثم معوقات شفناهم فنيه تقنيه وطرحنا، واليوم ثم قانون صفقات عموميه جديد، يعني اللي طلبناه اليوم قاعد يتحقق، واللي باش يخرج واللي باش يخول انه التنميه في الميزانيه هذه تجم تكون نسق اسرع، لانه قانون صفقات العموميه نعرفوا اللي مشروع تحب له على الاقل 6 شهور عام للمصادقه عليه. كيفاش نجموا نصدقوكم انتم خاطر انتم عندكم قراءه فنيه للمشكله، وذول ما نصدقوش ياسر الحكومه على خاطر الحكومه عندها بلوتو توظيف سياسي للحكايه. شوف انا باش نقول لك حاجه، انا باش نقول حاجه واحده. اليوم كان نحبوا بلادنا تتقدم، كل تونسي ينجم يساهم. كيفاه؟ بالخدمة. كان كل تونسي يخدم، واللي كان يخدم لا 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 احنا حرية التعبير وحرية العلم، ولكن يخدم، اللي يخدم ساعة يولي يخدم ساعتين، واللي يخدم ساعتين يولي يخدم 4 سوايع. تو نشوفوا بلادنا كيفاش باش تولي. بارك الله فيك، ميرسي بوكو، شرفنا. نطرح لك هذا سؤال، هل تقبل اليوم انا نبدل الادوار، اني ناخذ دورك وانت تاخذ دوري كنائب في المجلس الوطني التاسيسي ومسؤول سياسي حاتم قاروي؟ واش خص؟ والله تو نجي ناخذ بلاصتك. هاي برا شوي. ايوه شو نقول لك؟ والله شنو شعورك اليوم؟ خدمتنا صعيبة، و انتم ما كنتمش فاهمين، و نخدموا ليلا نهارا ساعين باش نوفروا لكم معنا متطلبات العيش، نوفروا لكم الدستور، نخدموا في اللجان، نخدموا في برشا حاجات. والله شو نقول لك؟ صعيبة صعيبة، تعرفش كيفاش؟ رجع لي بلاستي، رجع لي بلاستي. ضحك فينا أكثر من كوميك، ما أحلاها العيشة مع البوليتيك.